بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى إمامنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أمصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديثنا آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أمصتوا رحمكم الله، أمصتوا رحمكم الله، أمصتوا يغفر لي ولكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعدما تحدثنا في الجمعة الماضية عن النفخ في الصور، ننتقل في هذه الجمعة لنتحدث عما يلي النفخ في الصور، وهو البعث والنشور. عباد الله، مر معنا أن الله عز وجل يأمر سيدنا إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أن أول من يسمع النفخ في الصور رجل يلوط حوض إبله، رجل يعدل ويهيئ حوض إبله. قال صلى الله عليه وسلم: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل، فتنبث منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. قال سبحانه وتعالى وهو يصور هذا المشهد العظيم، مشهد بعث الخلائق جميعها، قال: ونفخ في الصور، أي النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. عندما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية بعدما سقط ذلك المطر الخفيف بين النفختين، يخرج الناس من قبورهم، الأجداث هي القبور، فيفزعون ويقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول ربنا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذا اليوم الذي لا مفر منه ولا مهرب، يوم تقوم من قبرك بعد نفخة الصور الثانية فتستغرب: من الذي بعثني من مرقدي؟ لكنه القيام، لكنه القيام الذي لا نوم بعده، والحياة التي لا موت بعدها. قال سبحانه وتعالى وهو يصور لنا كيف يتم بعث الناس في تمثيل رباني وتقريب إلهي، يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت
به من كل الثمرات. هذا الكلام يتكلم الله عز وجل عن نزول المطر، يرسل الله رياحا مبشرة فتقل السحاب، والسحاب ينزل منه المطر، والمطر يخرج الله عز وجل به من ثمار الأرض، هذا في الدنيا. ثم يعقب ربنا فيقول: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هكذا كيف ما ملي كتكون الأرض قاحلة جرداء سوداء، فيرسل الله عز وجل الرياح بالسحاب الثقال فينزل الماء فتهتز الأرض وتربو وتنبت. هكذا تبعث يا ابن آدم، كما ينبت الله الزرع والعشب فتصير الأرض مخضرة، هكذا يكون البعث. يقول سبحانه وتعالى في موطن آخر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. قال بعدها: كذلك النشور. والناس في قبورهم يبلون ويفنون، تأكلهم الديدان وتأكلهم الأرض، إلا عظما صغيرا في أصل العمود الفقري يسمى عجب الذنب، منه نبعث. هذا هو الزريعة ديال بني آدم، هذاك عجب الذنب اللي هو العظم التحتاني السلسول الأخر ديالو، منه ننبت ومنه نبعث. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما بين النفختين 40، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. كينبتوا بني آدم من هذا العظيم الصغير اللي كاين في نهاية العمود الفقري في أسفله. لكن الأنبياء استثناء، فإن من تكريم الله عز وجل لهم أنه حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم لا كأجسادنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول من يحشر وأول من تنشق عنه الأرض، كما مر معنا في الجمعة الماضية. ثم يبعث الناس إلى أرض المحشر، أرض منبسطة ليس فيها اعوجاج ولا تلال ولا هضاب، يجمع الناس جميعا على صعيد واحد. قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامة: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، يجمع الله عز وجل جميع الخلائق كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، لا يغادر أحدا.
قال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لا يستثنى من ذلك غريق ولا من مات بالحريق ولا من أذيب بنوع من الأنواع الإذابة. كل الناس يأتون يوم القيامة. قال سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حينها تستشعر يا عبد الله مصيرك الحتمي وأنت عما قريب، ستقف بين يدي الله عز وجل لتحاسب عما اقترفته يداك وعما اجترحته نفسك. لا ينفعك مجتمع ولا ينفعك أصدقاء ولا خلان، فإنك تأتي ربك فردا لتحاسب عن أعمالك فردا. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إياك يا عبد الله أن تستدل على منكر بفعل الناس له، فإنك ستأتي ربك فردا يوم القيامة. لن ينفعك قولك: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، ولا رأيت الناس يذهبون مذهبا فذهبت إليه. ربك سيحاسبك إلى القرآن وإلى ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لن يحاكمنا إلى دستور ولا إلى قانون ولا إلى عرف مجتمعي ولا إلى قانون دولي، وإنما الحكم الفصل علينا كتاب ربنا الذي حرم الزنا وسيحاسب الزناة بين يدي الله ويحاكمون إلى كتاب الله لا إلى قوانين الشرق ولا إلى قوانين الغرب الذين أضحوا يسمونها علاقات رضائية. إنها حرام، إنها زنا، إنها تغضب الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى. إن الله حرم علينا الربا، ولئن تعاطى المجتمع كله بالربا ستحاسب أنت على الربا وتحاكم إلى نصوص القرآن وإلى سنة نبي بني عدنان صلى الله عليه وسلم. لن ينفعك المجتمع. ألزمك الله يا أمة الله بالحجاب في كتابه، وألزمك به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ستحاسبين على الحجاب وإن تبرجت نساء العالمين كلها، وإن تبرجت نساء العالمين كلها ستحاسب المرأة لأنها بلغها كتاب الله وسمعت آية الله تأمرها بالتستر والعفة والحجاب، وبلغها حديث رسول الله الذي يحرم عليها أن تكشف ما دون الوجه والكفين، ستأتي فردا يا عبد الله. تذكر هذا الموقف الذي لا ينفعك فيه أحد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحدك وحدك لتشهد على أعمالك وأقوالك وما فعلته
يحاسبنا الله بالجملة، ولن يحاسبنا الله بالشعوب ولا بالجماعات ولا بالقوميات ولا باللغات. سيحاسبك الله بقلبك وبجوارحك وبأعمالك سبحانه وتعالى. تحشر عاريا كما ولدتك أمك. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة رجليهم حفيان، عراة ملابس والو والو، غرلا غير مختونين كما خلقهم الله في الدنيا. لن تأتي معك لا برصيد ولا ببطاقة بنكية ولا بدفتر شيكات، ولم تنصطحب معك مستندات ولا أسهم ولا عقارات ولا رسوم عقارية ولا أي شيء. تأتي عاريا لتقف بين يدي الله. تسمع عائشة الصديقة الحية العفيفة الطاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فتقول: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. عائشة تتكلم بمنطق الدنيا، إذ لو حشر الناس في مكان. عائشة تتكلم يوم كان للعفة وزن وللحياء وزن. آه، لو أحياك الله يا عائشة لتري لحوم بنات المسلمين منشورة على رمال شواطئ بلاد المسلمين بدون سبب ولا باعث عقلي ولا منطقي ولا شرعي. عائشة فوق الحياء من اللي كانوا رضي الله عنها عنهن وأرضاهن يتسترن في مروطهن ولا تعرف الواحدة منهن من شدة تسترها، تترك عينا أو عينين لتنظر منها إلى الطريق حتى لا يصيبها أذى. الآن بنات المسلمين بنات الحاج وبنات الحاجة مشاو لسيدي بوزيد ومشاو لابلاج وكتمشي مسكينة بما يسمى بالمايو الذي يغطي سنتيمترات من جسمها، وهذه التي تسمى فاطمة وتسمى عائشة وتسمى حفصة وتسمى أسماء وتفعل فعل الكافرات الفاجرات العاهرات، وأبوها مسكين في غفلة لا يحاسب ولا يراقب ولا يشدد ولا يأخذ على يدها، لأنه لا يدري أنه محاسب عليها يوم القيامة. تجد الجامع مخلي ولادك دايعين في البارات في البيران عفوا، ودايعين في البحورة، ودايعين في المخدرات. أنت رعايتك لأبنائك وحرصك عليهم لا تقل أهمية عن صلاة الجماعة. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ما هم فيه من الهم والخطب العظيم يصرف عيونهم عن النظر إلى بعضهم، لأنهم ينتظرون مصيرهم ولقاءهم لربهم وحسابهم في ذلك الموقف العظيم. يبعث الناس
على ما ماتوا عليه. فاختر لنفسك يا عبد الله ميتة يشرفك أن تبعث على حالها. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لما تسكران يبعث سكران. نسأل الله أن يعافي المسلمين وأبناء المسلمين. واللي مات على الزنا يبعث على الزنا وعلى المعصية. واللي مات على شي حاجة يبعث عليها. راقب ربك واتق ربك حتى إذا مت مت على حالة ترضي مولاك فتبعث عليها يوم القيامة. حتى إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فوقصته ناقته وهو محرم، حاج محرم، وقصته ناقته طيحاتها 60 عنقرة ديالو فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، لأن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا. ربنا إلهنا لا تأخذنا إليك إلا على حال ترضيك عنا يا كريم. والمجاهد الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يفيض دما، يفيض دما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون دم والريح ريح مسك. لهذا كان من شرعنا تنقيل الميت لا إله إلا الله، لأن من مات على لا إله إلا الله بعث على لا إله إلا الله، وكانت سببا بإذن الله لنجاته من النار. ثم يأمر الله عز وجل بكسوة العباد، وأول من يكسى من العباد سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، فإنه يكسى عليه السلام من ثياب الجنة، ويكسى سائر الخلائق. الصالحون يكسون بثياب الجنة، والطالحون أو الكافرون أو الظالمون يكسون عياذا بالله بسرابيل من قطران ودروع مؤذية ونحو ذلك من الملابس المؤذية والمنكرة والفظيعة. عباد الله، إننا حين نتحدث عن يوم القيامة نتحدث عنه ليس من باب الإيناس ولا الترقيق للقلوب مؤقتا، وإنما لتعلم مصيرك ومستقبلك. باش دير علاش ترجع، باش دير علاش ترجع، هذا هو علاش ترجع حقيقة. أما الرجوع دير 20 عام و 30 عام لبقيتي حي فهذا إلى زوال. الرجوع الحقيقي هو الرجوع إلى مولاك حين تعيش هذه الأهوال ونعيشها جميعا. ونسأل الله أن يعيذنا منها وأن يوفقنا في حياتنا للأعمال التي تنجينا من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم رد بنا وبإخواننا وبآبائنا وأمهاتنا وبأبنائنا وبناتنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين ورد بهم إلى دينك وإلى شرعك يا كريم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، واربط على قلوبهم
وأصلحهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم قهم شر الذنوب والمعاصي، اللهم قهم شر الزنا والخنا والمخدرات والظلم والطغيان يا رب العالمين. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا كريم، اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا كريم. اجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أقر اللهم عينه بولي عهده وبصنوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.